عليكم، كيف بقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم سنسن كما العاده. كما غتكونوا كتشوفوا معايا هنايا دايرين بيا الكادويات من بعد المناسبه الصراحه اللي دازت غزاله. من هذا المنبر بعدا بغيت نشكر كل من نقافه سناء التزيه، كوافوره ميك اب ارتست ديالنا منى الشينويه، يعطيكم الله الصحه صراحه طلعتوني اميره ما عمرني ما كنت كنتخيل راسي انني نطلع بحال هكا. كذلك بغيت نشكر دي جي بلال، صراحة ما كنتش كنتخيل انه عندنا فريمون دي جي بديك الطريقة، منو جوك منو دي جي، يعني كيخدم جميع الادوار، عطاه الله الصحة، الناس كاملين عجبهم وشكروه. وما نساوش كذلك كاميرا سيكا بوطوال، شكرا لك حتى نتايا صراحة، الدراري ديالو الله يعمرها سلعة، داروا مجهودات خيالية ما نقولكمش، انا حسيت براسي عندي اسبوع اسطوري صراحة. وكذلك افرح بالله اللي هو ممول الحفلات ديالنا، ديكشي كيما طلبتو منو غزال، كيما كتعرفوا انا بغيت نحيد عليا تماره، قلت نعطي التريتور هو ديال اللي كلشي يتكلف لي باي حاجه ندير يديرها لي هو، وما ندمتش حيتاش اختاريتو، حيت فريمون لا سيرفيس لا الدراري عنده لا الماكله لا كلشي كان عنده الطوب. كذلك ما نساوش عبيدات الرما ديالنا، يا اختي عبيدات الرما غزالين، الناس كاملين حمقوهم داكشي عندهم غزال، لا بالنفس لا بالنسبه للبسات ديالهم داروا كما غتكونوا شفتوا معايا في لا فيديو، غتكونوا ملي غتشوفوا الفيديو هذا غتكونوا تفرجتوا الفيديو ديال الاسبوع، لبسات غزالين، لبسوا لي الالوان اللي طلبت انا منهم، يعني اي لبسه بغيتوا يدخلوا بها يدخلوا لكم بها. بالنسبه للدقات كيديروا جميع الدقات، ولكن احسن حاجه عندهم هي عبيدات الرما، داك الشيء غزال دابا تشوفوه معايا في لا فيديو ان شاء الله. ما عندي ما يتسالهم الصراحه، كلشي كبر بيا، حتى شي واحد ما حشمني داك الشيء كما كنت كنتمناه، داك الشيء كيف ما كنت كنتمناه، زعما ما كنتش كنتخيلوا انه غادي يطلع هكاك، كلشي طلع لي واعر. شكرا لكم جروب بقره، غادي نخلي لكم سواء الانستغرام ونيميرو ديال التليفون ديال جروب بقره اللي هما عبيده سرما، كذلك ديال منى الشينويه ميك اب ارتست ديالنا، وسناء التزيه النقافه ديالنا الغزاله اللي خطك عليا اختي، وكذلك افرح باللابتوب، وما نساو السيكا بوطوال حتى هو، ودي جي بلال اللي بيه كانت الليله زاهيه كما كنقولوا، النشاط ها هو شر. شكرا لكم بزاف واللي خطيكم عليا، لي زانفورماسيون ديالهم كاملين غادي تلقاوهم عندي في صندوق الوصف في الفيديو ديال الاسبوع، وكذلك في هذا الفيديو هذا، حيتاش الناس بزاف سولوني في انستغرام وما كنقدرش نجاوب الناس كاملين، اللي قدرت نجاوبو راني جاوبتو، اللي ما قدرتش غتلقاو لي زانفورماسيون ديالهم ان شاء الله في صندوق الوصف. وما نساوش كذلك حميد اللي درنا الاضاءه والديكوراسيون ديال لاصال حتى هو، شكرا ليه من هذا المنبر، شكرا لكم كاملين. ودابا غندوزو للحظه الحاسمه اللي كلشي كيتسناها، وصراحه انا فرحانه نفتح هاد الكادويات هادو ديال ازار، وانتم معايا بلا ما نطول عليكم فيديو، غادي نبدا. مهم ما عنديش شي كادو لي سبيسيال غادي نبدا به، حيت كلشي انا عندي بحال بحال، واحسن حاجه كانت عندي هي الحضور ديالكم، شرفتوني واللي جا عندي كبر بيا وعرفت قيمتي عنده، عرفت راسي شنو كنسوا عندكم، لهلا يخطيكم عليا الناس كاملين اللي جاوا عندي، الناس اللي شدوا الطرقه اللي كاين اللي جا من كازا من تطوان من فاس، لهلا يخطيكم عليا، عرفت راسي باللي عزيزه عليكم. شكرا لكم بزاف. ودابا كما قلت لكم هاد الكادويات راه عندي في نفس القيمه في نفس المرتبه، راه الحضور ديالكم احسن من هاد الشيء هذا، يعني غير الحضور ديالكم راه بالنسبه لي حتى هو كادو كبير. ودابا غادي نبداو بهذا الكادو هذا اللي راه محطوط حدايا، اول كادو هذا ديال حنان، سيدرا حنان، شكرا ليها بزاف، تعذبات مسكينه وجات من تطوان، يعني غير المجيه ديالها راه الدنيا وما فيها، ما محتاجاش تجيب لي كادو. المهم هاد لابواط هادي الصراحه شنو نقول لكم، مانيفيك غزاله عجبتني، غادي نخلي هاد لي سوفينير الازر ان شاء الله، حتى هاد لي فيديو الصراحه كيبقاو ذكرى زوينه. حنان كانت شرات لي هاد الشيء وكانت صورته لي قبل ما تجي، قالت لي شوفي واش يعجبك ولا مبدلك، ودابا مهم شرات لي جوج لبيسات، وحده قلت لها راه عندي بحالها رداتها، وعاد غتولي تصيفطها لي تجيب لي شي حاجه جديده، وهذه جابتها لي، هذه البيسه بالشورت ديالها والشوميز، صراحه فن غزاله، ما عرفتش واش كيف ما كنشوفها انا كتبان لكم نتوما، مهم طوب واعره. وهذه بارفان حتى هي الريحه ديالها كتحمق، راكم عارفين ان انا كنبغي نبارطاجي معكم كلشي، ريحه فنه، شوفوا الديكور ديالها كي دايره، صحه ازار. وشكرا ليك من هذا المنبر على المجيه ديالك، راه كما قلت لكم المجيه ديالها راه بالدنيا وما فيها، ماشي بالضروري حتى تجيب لي كادو. هذا كادو الاول ديال حنان، كاين هنا هذا كادو ديال صاحبتي زعيمه، زعيمه غنيه عن التعريف كاملين كتشوفوها معايا في الفيديو، صراحه حتى هي قالت لي خيرتني في الديكور ديال هاد ليزار اللي غنبارطاجي معكم غزال صراحه بزاف، وقلت لها انا ديري لي الذوق ديالك، ولكن شنو نقول لكم الذوق ديالها هائل.
هذه كما كتشوفوا معايا مخيطه، هذه مطروزه بالطرز الرباطي ياك ماما، دار الطرز الرباطي ولا الفاسي؟ الفاسي. المهم عرفتش الرباطي ولا الفاسي، صراحه غزاله. انا دايره معايا ماما ابي فيديو حيت هي اللي كانت كتشد الكادويات على الناس باش نحاول نشكر كل واحد. وكاين هذا المسند هذا حتى هو كما كتشوفوا معايا مطروز، وصراحه الخدمه اللي عجبتني خدمه متقونه. هادو ان شاء الله واخا يكبر ازر غادي نخليهم له ذكرى ملي يتزوج حتى هو ان شاء الله ويدير وليداتو يدير ولدو. وهذا ليزار غزال حتى هو، حتى هو مطروز صراحه فن. هادو جبتهم لي زعيمه غتكونوا شفتوهم في لا فيديو ديال السبوع، درتهم في الكونه ديال ازر يعني استعملتهم في، جبتهم لي النهار ديال السبوع وانا استعملتهم. وليزار كبير كما كتشوفوا معايا غزال. وحتى هي كنقول لها شكرا من هذا المنبر حيت كانت بنت اختها يلاه ولدات وخلاتها هي يعني يلاه والده، وجات عندي تحضر معايا وكبرت بيا اللي خطي عليا، شكرا بزاف. وفرحات معايا مسكينه حتى هي ما نقولكمش ما جلساتش. هذا الكادو الثاني كما قلت لكم غزال حتى هو. دابا غادي ندوزو لهذا. هاد لابواط هادي كانت جاتني ساهله حليتها، كادو اخرى ما حليتهمش، هادي جاتني ساهله حمقتني هاد لابواط هادي فنه. هاد الكادو هذا ديال نوال، بالمناسبه غنخلي لكم القناه ديالها حتى هي دوزو عندها فضاء نوال، شكرا ليها حيت جات عندي وكبرت بيا حتى هي اللي خطيها. والكادو غزال بحالها حتى هي، هانتوما تشوفوا معايا هانتي يا اختي هانتي اول حاجه. هذه الطربيشه، وكاينه هنايا البليغه مسكينه دات لي مع الخميسه هذه الله يحفظها، شكرا ليها والله يخلي لها وليده حتى هي. وهنايا عندي واحد جليليبه بالتحتاني ديالها فنه كتحمق، مازال ما غاديش تجي قد ازر ان شاء الله، هذه حتى تكون عنده شي 3 سنين ولا 4 سنين غادي نخبيها له ان شاء الله حتى يكبر. شكرا ليها اللي خطيها، شكرا حيت كبرت بيا حتى هي. وعندي هنايا هذا الكادو هذا، صراحه ما فيش سميه ولكن ماما هذا هذا صاحبتي رتيبه ديال لوستها سميره، شكرا ليك اختي اللي خطيك حتى انت، هي غير المجيه ديالك راه بالفرحه عليا والله العظيم، ملي جيتي كبرتي بيا اللي خطي وحتى الكادو غزال بحالك اللي خطي. جابت لي واحد الكويشه غزاله ثقيله كتحمق، شوفوا معايا كيفاش دايره، كتبان مزيان كيبان الديكور ديالها، كبيره حتى هي فنه عطاها الله الصحه، الذوق ديالها غزال حتى هي. شكرا ليك بزاف اللي خطي، نردوها لك ان شاء الله في ساعه الخير. دابا غنشوفو هاد الكادو هذا ديال من هذا ديال حياتك، حياتك هذا كادو ديال حياة جارتي حياة اوريفلام، شكرا ليك بزاف حياة اللي خطيك هادو الفيطات جوج نتاع لي اونصومبل فنين. شوفو معايا الفيطات كي دايرين مطروزين، انتم معكم شي وحده تشوفوها. هذه حياة جارتي ساكنه معايا في العماره، حنايا اصدقاء افر الجوره غزالين فنين. هادو فوطات ديال الوجه في نفس لي طاي، مسكينه جابت لي جوج باكيات هذه وهذه تقرا بحالها. شكرا حياة اللي خطيك، وحتى نتيا كما قلت لبنات فرين كاملين راه بالفرحه عليا، اللي جا عندي راه كبر بيا اللي خطيكم، شكرا بزاف. وما نخلي هادشي هنايا بلاتي ونرجع نقادو باش ما يجيكمش فيديو طويل. غادي نجيو لهاد الهديه هادي، هادو هادي الناس كاتبين فيها السميه ديالهم، هديه من نجيه مناسبه المولود الجديد، واتمنى لهم طول العمر والرفاهيه والازدهار، ويحفظهم الله برعايتكم الكريمه حتى تراهم مستقبلا في احسن المراتب العليا. هذه خالت عاشق، شكرا ليها حتى هي مسكينه جات عندنا من فاس حضرت لنا ورجعت شدت الطريق بالليل ومشات، شكرا ليها اللي خطيها ومرحبا بها. وتا هي زعما راه غير مجيه ديالها راه كادو، حتى هي ما تحتاج زعما عند واحد يجيب الكادو، يعني اللي جا عندك راه كبر بك
وكيبين لك المعزة ديالك عندهم. شوفوا الكادو شنو فيه. انا ما قرأت شكون كان ازار حدايا ولي كنت دابا كادويات. شكون بحالي كيحمق على هاد اللحظة هادي. انا ما قرأتش انا ديما يجيوني كادويات. اوه زين الفيديو. خليوا لي واحد جيم واحد التعليق مزيون بحالكم. وبالنسبه لي اول مره كيشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم تبروا العائله ديالنا. نتوما راكم العائله الثانيه ديالي اللي حطيتكم عليا. هذا هو الكادو ديال خالتي ناجيه. غنفتحوا معكم. هذا واحد الكويت. اوه غادي يجي قد الناموسية ديال الازر. شوفوا معايا غزال. شكرا ليها والله يخلف عليها ونرجعوها الى صحنايا ان شاء الله في ساعه الخير. وهذه المخده ديالو. معاشق اجي عاوني انا نفتح وانت رجع لي هادشي براسك. شوف اش واحد عليا انا في وكاين هذا الكادو. هذا هدية من أمينة ودريس بمناسبة المولود الجديد. وأتمنى له طول العمر والرفاهية وازدهار. حفظه الله وبرعايتكم حتى تراه مستقبلا في أحسن المراتب. هذه هاد الكادو هذا ديال خال عشيق ومراتو اللي خطيهم حتى هما. شكرا ليهم حيت جاو عندنا. نرجعوها لهم إن شاء الله في ساعة الخير. نشوفو حتى هما. هاد الكادويات غتلاحظو مغلفين بجوج حيت راكم عارفين خالتو وخالو كانوا مجموعين. خداو كادويات بجوجهم ودارو لنا نفس الجملة. صراحة كيعجبني كادو الواحد هكا يكتب فيه باش كتعرف ديال من. باش مرة أخرى الواحد ملي كتمشي عندو كتعرف شنو خاصك ديرو. حتى هذا شي أونسومبل في الليزار وداكشي ديال الناموسية مزيون. عاشق تاني جيتي تعاوني مالك حشمان تقاتلي. هذا هنايا ليزار بالخديديه ديالو. وهنايا حتى هذا ليزار. شكرا لكم بزاف واللي خطيكم ان شاء الله نرجعوا لكم ساعه الخير. اجي غير شد عليا حط لي ايوا. دابا غادي نجيو لهذا الكادو هذا وهذا الكادو هذا. صراحه هادو ديال عمي علاش. شكرا ليك من هذا المنبر. وصراحه فرحنا بزاف حيت جيتي عندنا انت يا وخالتي عيشه وحسنا اللي خطيكم عليا. ما كنتش كنتظر انكم غادي تجيو عندي حيت بعادين، ولكن اللي خطيكم عليا كبرتوا بيا فاش جيتوا عندي. ما كنتوش محتاجين هاد الكادويات كخليتي حتى جيت ناخذ شي حولي، ولكن ماشي مشكل. دابا غنحلو الكادويات ديال عمي علاش نشوفوهم حتى هما. Thank you.
هذا الكادو الاول ديرني عمي على سميه. هذا الكادو الاول ديال عمي علان، واحد اللبسه في الطريبيشه ديالها والتقشرات ديالها والكيكات ديالها. شوفوا معايا شحال زوينه. شكرا لك عمي علان اللي خطيك. الرجيلات ديالها حطو برجيلات ديالها زعما هما مجموعين هنا الله والطريبيشه واللي قالت. وكاين هذا الكادو هذا حتى هو كنصور لكم حتى تقطع لي الفيديو. لقيتوني انا كملت لفتح الكادو ديال صحاب لي راه كيصور. المهم هذا الكادو الثاني ديال عمي علال، شكرا ليه. هذه كاشه المخده ديالها والطريبيش ديالها، انا ديجا عندي بحالهم داكشي علاش ما غنفتحش هذه حيت راه عندي ديجا مفتوحه. شكرا ليه بزاف، مسكين عنده براسو جاب جوج كادويات. وكما قلت لكم راه غير المجيه ديالو راه بدني وما فيها اللي خطاك عليا عمي علال. شكرا بزاف، نضوا لك ان شاء الله في ساعه الخير. هذا الكادو الثاني ديال عمي علال. عمي علال بالمناسبه هو اللي كنمشي عندهم ديما العربيه وكيكبروا بينا الله يكبر بهم، وهو كذلك اللي كناخذ عليه الحولي في العيد. شكرا ليه والله يسخر ليه. بهذه المناسبه اللي بغى الحولي ديال العيد شي حاجه واعره يمشي عند عمي علال. دابا خليكم النمره ديال حسين هنايا هكا تواصلوا معاه ان شاء الله. وهذا لقيتوني حتى هو حليتو الكادو ديال الجيران ديالي ساكنين معايا في العماره اون فاصليه، شكرا ليها بزاف نرجعها ان شاء الله في ساعه الخير. صراحه كادو غزال حتى هو. هذه فوطه ديال الحمام بالطريبيش، وهذه الكيسه ديالو، وهذه الفوطه الصغيره ديال الراس، وكاينه هنايا الفوطه الكبيره. صراحه حتى هو كادو زوين، شكرا ليهم بزاف. وحتى هما راه المجيه ديالهم راه احسن من الكادو. هاد الجمله مابقاش نعاودها لكم بزاف، راه اللي جا عندي وكبر بيا راه احسن من الكادو. كاين هنايا هاد الكادو هذا ما فيهش سميه، ولكن كنظن ديال صاحبتي رتيبه اللي خطيها عليا، وشكرا ليها حتى هي مسكينه جات هي ورجلها والوالده ديالها وليداتها الله يخليهم لها. رجلها مسكين كيقري وكنخصو انا راكم عارفين درت بنهار الحد وكنخصو يمشي، ومع ذلك باش يخدم وبقى معاه بقاو معنا حتى الخمسة ديال الصباح. شكرا ليهم. وراه الهديه ديالهم حتى هي راه شنو نقول لكم راه احسن من الكادو. التويشه اللي صورت لكم في الاولى الابيض ديال لوستا، حتى هادي تويشه بلا ما نفتحها باش نخليها في هاد لومبالاج حيت ما غاديش نخدمهم دابا راكم عارفين الصيف. المهم حتى هادي تويشه في النار طيبه غزاله، شكرا ليها بزاف اللي خطاك عليا ان شاء الله نرجعها لك في ساعه الخير الله يكبر بكم. وكاين هذا الكادو هذا ماما انا ما عرفتش ديال من، راكم عارفين انا ما كنتش من الناس كانوا جاوا قبل يعني ما عرفتش نقدر نعرف مع كانوا لي سيرفيور هما اللي كيشدوا الكادويات ما عرفتش انا ديال من. واللي عقلات عليهم ماما شداتهم راه داكشي علاش كنسولها هي تقول لي شنو هنايا. سو بقوة التصوير هاد الايام تعمر لي ستوكاج ديال التليفون اللي كنكون كنصور كيتقطع لي. المهم عاوتاني ما عرفتش اللقطه اللي حبس فيها. اخر حاجه وريتها لكم هي التيشيرت، ودزت كنهضر معكم على هاد الكادو كنت كنفتحو وما تصورش. هاد الكادو هذا ديال خالتي زهور جارة ديال ماما، شكرا ليها بزاف اللي خطيها ان شاء الله نرجعوها لك في ساعة الخير. وحتى انت الله يخليك وليداتك وتفرحي بيهم تشوفيهم كيف ما كتمنى ان شاء الله. وشكرا ليك غير على المجية ديالك كبرتي بيا اللي خطيك عليا ان شاء الله نرجعوها لك حتى حنايا في ساعة الخير. هاد الكادو هذا تقريبا بحال الكادو اللي جابت خالت عاشر، تا هو مزيون كويت. غادي نبقى نبدل الازر دابا عندو اللوينات باش نبدلو ان شاء الله من نصايبو البيت ديالو عاد نبقى نتهلاو في البيت ديالو. هذا كوت حتى هو غزال، المهم نفس الستيل اللي جابت خالت عاشق، غير هذا ستيل واحد اخر مبدل نفس يعني نفس الديكور غير هذا مبدل الخيطه ديالو. وهذا شنو كنقولو له ماما هاد الغلاف ديال المخده قلت شنو كنقولوا له الغلاف ديال المخده. وهذا الكوات حتى هو بلا ما نحلوا هاد الديكور ديالو كما كتشوفوا معايا
صراحه مزيون. شكرا لك بزاف. الله يكبر بك كما كبرتي بيا. ورا المجيه ديالك راها اغلى من هذا الكادو هذا. فهنايا هذا الكادو كنظن ديال ابتسام، ابتسام بنت خالتي زهور، حتى هي شكرا ليها اللي خطيها. نرجوها ان شاء الله تسعد الخير. هذه كونه غزاله، هذه كونه هاتي كتشوف. شكرا لك ابتسام بزاف اخيتي اللي خطيت، ان شاء الله نرضها لك تسعد الخير. الله يفرحك حتى انت يا بوليدات. وكنظن بقى اخر كادو اللي هو هذا، صراحه ما عرفتش ديال من. ياك ماما هذا ما عرفتيش ديال من؟ ما عرفتش هذا ما عرفتش ديال من، حيت باقي انا ما تفرجت للسيدي ديال الاسبوع. فاش غنتفرج السيدي غادي نعرف شكون اللي جابو. شي وحدين ما كانش ماما كتشدهم، كان السيدي كيشدهم. ما هذا ما عرفتش ديال من، ولكن المهم دابا نعرفو ديال من. كل شاف هذا الفيديو كان كيتفرج متبعني كيتفرج فيا، ديك الساعه يقول لي هاد الكادو هذا راه ديالي. هادي كنظن رولاكس، زوينه الصراحه فنه. هذه رولاكس ما عرفش كيفاش كتخدم حتى يصايبها لي عاشق. المهم هذه رولاكس كتحط فيها البيبي، كتخليها هكا فيها وكتدوح به بحال هكا ملي يكون محطوط حداك في الكوزينه ولا. وعندها هاد الغشاء هذا من الدبان وديك الناموس وديك الشيء. شفتي بحال هذيك اللي عندي تقريبا. واه شكرا بزاف اللي خطيكم. هذه هانت تردي لها بحال هكا وكتهز. اللي جاب هذا الكادو هذا حتى هو غزا، شكرا اللي خطيت. وكما قلت لكم كاع الناس اللي جاو عندي وكبروا بيا نرشح لكم ان شاء الله ساعه الخير. وشكرا لكم بزاف. غادي تلاحظوا انه ما كاينش كادويات بزاف، حيت بزاف ديال الناس عطاوني فلوس مبالغ محترمه. يا صاحبي صاحبي دي صاحبك شوفوا شو هو هذا الكادو، يمكن ديال صاحب عاشق. هذه فلوس ديال لوسيل. لوسيل هو لوسيل. واه شكون صحابك؟ مهدي. خويا مهدي شكرا لك بزاف على خطك اخويا. ان شاء الله نفرحوا معاك حتى نتايا في عرسك ونفديوها لك ان شاء الله. وراي المجيه ديالك راه حتى هي بالفرحه علينا، كبرتي بينا الله يكبر بك. بالنسبه للفلوس ديال الاسبوع هذه المبالغ هذه، كما قلت لكم بزاف الناس عطاوني يعني مبالغ محترمه، ما جابوش الكادويات. كيخليوك الاختيار لو انك تاخذ انت الكادو، حيت كيكونوا بيبي تبارك الله دابا عنده شهر 20 يوم، كيكون يعني كبر دغيا. راكم عارفين الوليدات دغيا كيكبروا، كيخليوك يعني لو انك انت تختار تاخذ لهم شي حاجه، حيت الا مشاو ياخذوا يقدر يكون كبير عليها ما غاديش تستعملها ولا شي حاجه. هذه بالنسبه هذه فلوس ديال الاسبوع، وهذه حتى هي فلوس الاسبوع ولكن ما خلطتش مع فلوس اخرى ديال صاحبتي ريحاب. شكرا لك بزاف على خطيك. شنو نقول لكم، هذه صاحبتي وجارتي حتى هي، وكبرت بيا وجات عندي هي ولا فامي ديالها، دات لي عائله ودات لي الكنيه ديالها هنايا، وقالت لي كنتمنى لكم عقيقه سعيده ومباركه بالرفاه والبنين. هاد لونفولوب ديالها، والصراحه بزاف الناس كانوا عارفين هنا لي زونفولوب كلهم دايرين لي فيها فلوس. شكرا لهم بزاف. شكرا لخالتي جات حتى هي من واد الزم، يعني ضربت الطريق حتى هي وجات عندي لهلا خطيها عليا. شكرا لخوالاتي اللي جاو حضروا لي وكبروا بيا وحتى هما عطاو الفلوس لهلا خطيكم عليا. وشكرا للناس كاملين. هذه فلوس ديال الاسبوع، يعني بزاف الناس ما جابوليش كادويات. وبالنسبه هنايا هذا المبلغ هذا المحترم، هذه فلوس ديال الزروره. كاين بزاف الناس جاو عندي للكلينيك وصراحه وجاو عندي حتى الاسبوع وجابوا الكادويات. هذه الفلوس اللي جمعنا في الكلينيك كما كتشوفوا معايا، هذه ديال الزروره هنايا. والله مازال ما حسبتش شحال جا معايا، يلاه غنخلطها مع هذه ونشوف شحال جمعت. شكرا لهم بزاف. وما نساش كذلك الزروقي، حيت جا عندي مسكين الكلينيك واحد الزروره وحتى هو جاب لي كادو ديالي في لا كلينيك. كذلك عبوستي الام ديال الزوج ديالي، شرات لنا بوسيت بسياج اوتو ديالها وكلشي، شراتها لي قبل ما نولد. شكرا ليها بزاف اللي خطيها علينا وكتحماق على ازار حتى هي. وما نساوش شكون اخر، لوسي ساميه هي اللي جابت لي الكونه اللي غتكونوا شفتوا معايا ازار فيها
في الاسبوع. غزاله حتى هي عطاتني لوش وقت اللي خديها على ذوقك، ولكن هي اللي خلصتها، شكرا ليها بزاف. وما ننساش كذلك الهام اختي، حطت واحد المبلغ محترم وشكرا ليها، وقابلتني حتى هي في الكلينيك اللي خطيها عليا. وما نساوش كذلك حكيم، حتى هو ضرب معايا تماره في الكلينيك، وهو اللي جاب الازرس نسله اللي في يدو، وحط مبلغ حتى هو محترم اللي خطي عليا. ان شاء الله نفرحوا معاه ونرضوها له بساعه الخير ان شاء الله. وما نساوش ماما، حتى هي الصراحه قالت لي غادي نخليك الكادو تختاريه انتيا بلا ما نمشي زعما انا نشريك شي حاجه اللي هي عندك وتقدر زعما ما تبغيهاش ولا. عطاتني واحد المبلغ مبلغ بليطو محترم جدا، قالت لي خذي شي حاجه اللي بغيتيها. وبابا حتى هو عطاني مبلغ محترم، قال لي خذي داكشي اللي بغيتي. وهذا ما كان، الا نسيت شي واحد يسمح لي، الناس كاملين المهم اللي كنعرفو اللي جاوا عندي كبروا بيا، وكما قلت لكم راهم جابوا لي كادويات، وان ميم طون حطوا الزروره في الكلينيك، وحطوا زعما زروره مبلغ ما نقول لكم زعما يعني كبروا بيا، الله يكبر بيهم. وهذا الشيء كيبقى غاديين، ويعني الواحد كيكبر بيك، وفاش غتكون عنده شي مناسبه غتمشي حتى انت وتكبر بيه. شكرا لهم كاملين اللي خطيهم، اللي جاب لي شي حاجه الله يعوضها له ان شاء الله خير. بالنسبه لهاد التيشيرت هذا الصراحه ما كنتش عارفه شكون، ويلا دابا عاشق كان كيهضر مع صحابه، ما عرفش صاحبو شنو غادي يجيب الدراري الصغار. راكم عارفين الدراري ما كيكونش عندهم فكره يعني درايه في هذا الشيء هذا ديال الدراري، ما عرفش شنو غايجيب، واختار هاد التيشيرت ديال نايك وجابو العاشق. ايوا خويا سعداتك، كل شيء فكر ازر وباه، وانا مهم ما جابوا لي حتى شي حاجه من غير انا عاجيه من غير عاشق صراحه ما نسانيش. وهذا الشيء كامل اللي دار راه داروا على قبلي وعلى قبل ولدو، حتى هو ما نسانيش، وخليت الكادو ديالو هو حتى اللي غادي نبارطاجيه معكم. صراحه كبر بيا حتى هو، والله يخليه ليا والله يخليه لولدو، وان شاء الله الله يسهل عليه. المهم هذا الكادو ديال صاحب عاشق، وهنايا بقاو لي دابا الكادويات ديال عاشق غادي نبارطاجيهم معكم. عاشق جاب لي جوج كادويات ديال الذهب، وكنا غادي نصوروا في لاكلينيك كان غادي يجيبهم لي، ولكن بحكم انه كنت عيانه تما صافي بغينا انفيتيو داكشي خلينا حتى لهاد المناسبه هذه، وقلت نبارطاجيهم معكم. مازال ما استعملتهم. بالنسبه للبراسلي درتو في الاسبوع، ولكن هاد السلسله باقي ما استعملتها، نبارطاجيهم معكم واش ماشي واش كيبانوا مزيان ولا لا. هذا براسلي ديال اللي عقلتو الخاتم، ها هي خاتم دايرها في يدي ديال الكرو اللي كان خدا لي في جنس الجنين، وخدا ليا براسلي ديالها هو هذا. صراحه غزال وصحيح كيحمق ودقيق تبارك الله، السيل ديالو راه منبت. وهنايا الخاتم كان جابوا لي مضوبل، هادشي باش انا عجبني صحيح. وهذا الكادو الثاني اللي هو السلسله ديالو، هذه البوندونتيف ديالها. غزاله دجا انا عندي سلاسل بزاف، قلت له زعما ما كاينلاش يجيب لي سلسله، هذا البوندونتيف وثقيل كيحمق. هذه باقي ما استعملتها، باقي ما درتها، وقلت خليه حتى نبارطاجيهم معكم. شكرا ليه بزاف حتى هو، والله اللي خطي عليا، والله يخليه لولدو ان شاء الله، وربي يخلفها له ان شاء الله في ساعه الخير. وهذا ما كان غزاله ديالي، باش الفيديو غيكون جاكم طويل باش ما نطولش عليكم لا فيديو. كنقول الناس كاملين اللي جاوا عندي شكرا لكم بزاف، ان شاء الله نرجح لكم ساعه الخير. وما ننساش كذلك خالتي توريا اللي هي خالت عاشق، اللي خطيها عليا، جات هي والابن ديالها من المنزل من صفرو صراحه، هما ضربوا الطريق وجاوا عندي، وحتى هي عطاتني واحد المبلغ محترم، شكرا ليها بزاف. ان شاء الله ما نفرحوا مع وليداتها ونرضوها على ساعه الخير. وغير المجيه ديالها راها شنو نقول لكم، راها زعما احسن من الكادو، شكرا ليها بزاف. وما ننساش كذلك الجيران ديال عاشق ديال الوالده ديالو اللي ساكنين حداها، كانوا ديجا هما جاوا عندي مساكن الكلينيك وجابوا الزروره بيطو، وحتى دابا فاش جاوا عندي الاسبوع حتى هما عطاوني مبلغ محترم، شكرا لهم بزاف وله اللي خطيهم، وان شاء الله نرضوا عليهم ساعه الخير. هاد لا فيديو درتو باش نقول الناس كاملين اللي جاو عندي وكبروا بيا شكرا لكم بزاف، الله يخطيكم عليا. لقيتوني صراحه الا نسيت شي واحد ما ذكرتوش في الفيديو غير سمح لي، حيتاش انا راكم عارفين في ديك الفتره يعني في ديك اللحظه كنكون مضغوطه وكتكون الخلعه وبزاف ديال الحوايج. المهم واحد الاحساس اللي عاش هذيك التجربه راه غادي يكون عارف داك الاحساس. كنت فرحانه بزاف يعني ما قداني فرحه. نسيت ما ذكرتش كذلك الاصدقاء ديال بابا، حتى هما جاو عندي وكبروا بيا اللي خطيهم، وحتى هما عطاو بابا انفولوب فيه حتى هو واحد المبلغ محترم، شكرا لهم بزاف اللي خطيهم. ولا نسيت شي واحد ما ذكرتوش يسمح لي، حيت كيف ما قلت لكم كانوا الناس بزاف. بالنسبه لا فامي كاين اللي عطى الفلوس، كاين اللي جاب كادويات،
انا ما كنتش عارفه لي ديطاي بالنسبه للكادويات. قلت لماما هي اللي تفكرني تقول لي زعما شكون اللي جابهم، وحتى الفلوس انا ما شديتهاش، يعني ماما اللي كانت كتشدها. الا نسيت شي واحد يسمح لي، شكرا للناس كاملين. انا كيف ما قلت لكم ونعاود نقولها لكم، هذوك الناس كاملين اللي جاو عندي راه ما محتاجينش انهم يجيو عندي ويجيبوا لي كادو، راه المجيه ديالهم راه قد الدنيا وما فيها. شكرا لهم بزاف، وسمحوا لي طولت عليكم في لا فيديو، وتهلاو لي فراسكم، وكنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش لي زانفورماسيون كامل اللي هضرت لكم اليوم غتلقاوهم عندي في صندوق الوصف، وتهلاو فراسكم مع فيديو جديد ان شاء الله.